السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الخيمة وأمسية من الأماسي المميزة والمتفردة. هذه أمسية فيها من عبق التاريخ والأصالة والتفرد الشيء الكثير. هذه الكلمات ليست إعلان لأحد المنتجات أو أحد الشركات الكبرى، بل هي هذه الكلمات في وصف شخصية كبيرة حقيقة استطاعت أن توصل إحساسها وتأثيرها إلى مستويات مختلفة، وتحديدا شريحة مهمة وهي شريحة المنشدين ذاتهم. وأنا أعتقد وأجزم وأوقن يقينا تاما أن كل منشد وكل مبدع صدح في هذه الساحة الإنشادية لابد أنه يعتبر هذه الشخصية هي من القدوات البارزة في هذا المجال، مجال الإعلام الهادف وتحديدا الفن الإنشادي الراقي. ضيفنا شخصية متعددة المجالات في العمل الإعلامي، بالإضافة إلى أن لديه بعض التحفظات والانتقادات على ما يسود الساحة الإنشادية من فوضى كما تسمى من البعض. خالد الخرف في التقرير التالي، نتعرف عليه ونعود. في الخيمة على الميعاد والأسماء خالد بن عبد العزيز الخلف، يلقب بأبي حسان، يعمل حاليا مديرا لقنوات الأطفال بشبكة المجد الفضائية. أنتج 6 ألبومات إنشادية، كما شارك في بعض الألبومات الإنشادية مثل ألبوم في بحر الحياة، وألبوم ملحمة الهداية والبطولة، وألبوم ورموك يا رامي. له العديد من الخبرات في مجال الإعلام الهادف، حيث عمل مشرفا للبدائل الصوتية والأناشيد ومديرا للصوت في قنوات المجد الفضائية. ألف أكثر من 130 شارة صوتية وفاصلا إنشاديا لقنوات المجد، ومن أبرزها شارة تاج الوقار، سواليف، يوم جديد، وفاصل هدايانا الذي يعرض طوال أيام السنة. كما أشرف على برنامج أعذب النشيد لأكثر من 120 حلقة، إضافة لإشرافه على تأسيس إذاعة ناسا النسائية، ومشرفا على راديو دال للأطفال. الخيمة على الميعاد والأزمان.